مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، هذه الشروق نيوز وهذا كلام مباشر على المباشر. السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم إلى عدد جديد في قضايا جديدة وأخبار جديدة بالتحليل والنقاش. نبدأ البرنامج من الحادث الذي وقع قبل حوالي 4 ساعات من الآن، حادث في السكك الحديدية وقع على الساعة 3 بين قاطرة أشغال اللي اصطدمت بقطار لنقل المسافرين، كان متوجه من الجزائر العاصمة إلى العفرون. الحادث كان على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 33 ما بين محطتي بيرتوتا وبوفاريك حسب الصور التي تم نشرها على صفحات رسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية. البيان الرسمي يقول بأن الشركة سجلت مساء اليوم الثلاثاء على الساعة 3 زوالا حادث اصطدام قاطرة أشغال بقطار ذاتي الدفع لنقل المسافرين، هذا هو البيان الرسمي. حسب المعطيات الأولية المتوفرة لم تسجل الشركة أي خسائر بشرية خطيرة الحمد لله، رغم أنه ذكرت بأن هنالك 8 جرحى. مصادر أخرى ذكرت بأن عدد الجرحى 24 جريح. فهذا حسب المعطيات الرسمية، ولكنها جروح خفيفة الحمد لله، يعني ربي استر جروح خفيفة، إضافة إلى بعض الخسائر المادية الطفيفة على مستوى القطار. وعلى الفور حسب البيان الرسمي تم تشكيل خلية أو لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب الذي أدى إلى هذا الحادث. إذن حادث اصطدام بين قاطرة أشغال بقطار لنقل المسافرين بين الجزائر العاصمة والعفرون، هذه هي الصورة على الاصطدام. الحمد لله الحمد لله، إصابات سواء كانت 8 أو 24، المهم أنه حسب كل المصادر هي جروح خفيفة، وهذا شيء نحمد الله عليه، لأنه حوادث القطارات شيء مفزع. يعني شفنا قبل أيام في اليونان حادثة ذهب ضحيتها العشرات، حادثة خطيرة، وكان حوادث مشابهة وقعت في عدة بلدان، فربي الستار يعني الحادثة لم تكن كبيرة جدا، والجرحى يبدو بأنهم حسب المصادر الرسمية جروحهم خفيفة. يبقى أن لجنة التحقيق ماذا بينا نسمعوا نتائجها في أقرب وقت حتى نتفادى مثل هذه الأخطاء وحتى نعرف المخطئون ويحاسبون. لجنة التحقيق يجب أن نعرف نتائجها في هذا الحادث، والموضوع للمتابعة. البارح كانت وكالة الأنباء الجزائرية نشرت مقالا يرد على التحرشات المغربية التي لا تتوقف. المقال تم نقله اليوم بشكل واسع وكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا هذه القدس العربي عنونت الجزائر تتهم المغرب بالوقوف وراء حملات لتغيير الخرائط بين البلدين. تعرفوا كاين واحد المجلة نكرة يعني لا يقرأها أحد، ربما حتى المغاربة لا يقرأون هذه المجلة، دارت في صفحتها الأولى خريطة ولونتها بالأحمر، دخلت حتى إلى ما يسمى الصحراء الشرقية لدى بعض النخب المغربية المريضة نفسيا، والتي لم تكتفي بتزوير التاريخ وإنما تريد أيضا لي عنق الجغرافيا وتزوير الخرائط، وبدأوا يلونوا خربش خربش خرابيش وألون تلوين. فاليوم كان الرد الحاسم، إذا انتم تعرفوا علبة الألوان نحن نعرف الذخيرة الحية من النهاية. فكل واحد متربص بشبر من أرض وتراب الجزائر سيكون الرد عليه قاسيا، بدليل اليوم التمرين التكتيكي الذي أشرف عليه قائد أركان الجيش في جانيت، ولدينا حتى صور الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بجانيت بالذخيرة الحية بالذخيرة الحية. فهذا الاجتماع الذي كان هنالك، وطبعا التمرين التكتيكي ستكون لدينا صوره، هذا هو التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية. فما قال وكالة الأنباء الجزائرية يقول بأنه إحدى الدكاكين الإعلامية المقربة من القصر الملكي في الرباط نشرت خريطة واستولت فيها على أجزاء كبيرة من التراب الجزائري،
وهذه الخرجة ليست اعتباطية يقول المقال، وإنما تأتي بعد تصريحات أدلت بها مديرة الوثائق الملكية المسماة بهيجة سيمو. عندنا حتى صورة بهيجة سيمو اللي بدون ما يعني واحد يحلف والله حتى بهيجة سيمو ما يعرفوها المغاربة، يعني خرجت هكذا بإعاز عبر منابر إعلامية باش تقول لهم لدينا أرشيف فرنسي يقول بأن المغرب لا يمتلك فقط الصحراء الغربية وإنما يمتلك حتى الصحراء الشرقية. فهذه المؤسسات والدكاكين الإعلامية تلقت الإعاز من مصادر القرار في المخزن، لأنه كان فضيحة رشاوة ماروك جيت يريد المخزن أن يتجاوزها بمثل هذه الترهات. والنظام المغربي أصبح يشكل تهديدا لجيرانه بسبب هذه المصافحات مع العدو، وهذه بشهادة محمد زياد واحد من أكبر المعارضين وزير سابق لحقوق الإنسان موجود الآن وراء القضبان. عندنا أيضا صورة محمد زياد، جماعة محمد زياد خلف القضبان قال المغرب خطر على جيرانه، المغرب خطر على جيرانه. فكل هذا هو محمد زيان المحامي الموجود الآن خلف القضبان، وقال بأن النظام المغربي أصبح يشكل تهديدا وخطرا على جميع جيرانه. المقال تاع وكالة الأنباء يقول بأن هذا السلوك المخزني المرضي لم تسلم منه أي دولة مغاربية، ثم ذكر بوقائع تاريخية وعاد ليقول بأن البوق المخزني الشيء الوحيد الصادق فيه هو اللون الأحمر، لأن اللون الأحمر هو لون دماء الشهداء الذي رسم هذه الخرائط. شوفوا يجي نظام يروح نظام، تتغير الأمور تتغير السياسات تتبدل المصالح، المبادئ ثابتة، ومن بين المبادئ الثابتة يعني من بين الثوابت التي لن تسقط ومستحيل أن تسقط هي ما حققناه في ثورة مجيدة على المستعمر الفرنسي. هذه الخرائط مرسومة بدم الشهداء، وهذا التاريخ حققه، هذا التاريخ المجيد أنجزه مجاهدون وشهداء، فما بالكم إذا كنا في شهر مارس. بالمناسبة شهر مارس ماشي شهر تاع السي العربي بن مهيدي فقط بابتسامته التي قهرت العدو، شهر مارس هو شهر الشهداء، شهر الشهداء. يعني احنا حكينا على العربي بن مهيدي لانه شخصيته مؤثرة وانتقلت عالميا تلك الابتسامة، ولكن شوفوا الجزائر مدت في مارس كثير من الاسماء، بن بولعيد، عميروش، سي الحواس، لطفي، كل هؤلاء سقطوا في شهر مارس، شهر الشهداء. البارح نحكي ايضا نقرأ في مقال في جريدة وطنية على نساء قمنا بعملية هروب من سجن الثورة في سجن استعماري، مجاهدات وشهيدات. الثورة الجزائرية فيها بزاف قصص وحكايات لو تروى يكاد العقل البشري لا يتصورها لا يصدقها، ولكنها وقعت في هذه الثورة المجيدة. فكل من يستغرب ردة فعل الجزائريين في المقال تاع وكالة الأنباء بأننا سنرد بالذخيرة الحية ولن نسكت واللون الأحمر هو لوننا المفضل، قد يتعجب البعض يقول كيفاش هذا المستوى من الخطاب، ولكنه ردة فعل في نهاية المطاف. شوفوا مثلا فوزي لقجع نتاع كرة القدم اللي هي في نهاية المطاف جلد منفوخ يريد البعض أن يسيسها، البارح مع قرارات الكاف اللي ما عقبتش المغرب أصلا خرج وقال سأدافع عن المغرب ما دام بقي في ما دام بقي في عرق ينبض. هذا فوزي لقجع يحكي على الجلد المنفوخ وكأنه مسألة حياة أو موت، فما بالك بخرائط بمساحة بجغرافيا وطنية بتاريخ وطني مجيد لا نريد لأحد أن يمسه، المغرب أو غير المغرب. فعن هذا المقال وردود الفعل معنا الدكتور أحمد ميزاب وهو الخبير الأمني والاستراتيجي عبر الهاتف. سيد ميزاب مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك، تحية طيبة. طيب سيد ميزاب، لو بدأنا بالتمارين التكتيكي الذي يشرف عليه الفريق شنقريحة في جانات بالذخيرة الحية،
أكيد أنه كان مبرمجا، ولكن التوقيت مهم أيضا، يعني يأتي في سياق دلالي وأيضا مؤشر قوي قد يكون في مضمونه أو بين سطوره ما يحمل الرد على هذه الخزعبلات والترهات المغربية. أولا خليني أقول بأن التمرين التكتيكي الذي أشرف عليه السيد فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي يؤكد أولا مدى الجاهزية القتالية لأفراد الجيش الوطني الشعبي وكذلك الجاهزية العملياتية في إطار تنفيذ المهام المنوطة بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وبأن هذه المؤسسة جاهزة لدرء أي تهديد أو خطر قد يمس بأمن واستقرار البلاد. هذه المؤسسة التي تشكل حصن منيع وكذلك تشكل منارة تشع على أرض الجزائر من خلال التضحيات ومن خلال كذلك التاريخ، لأنه لما نتكلم عن الجيش الوطني الشعبي نتكلم على سليل جيش التحرير الوطني. ولا ننسى أنه منذ أيام احتفلنا بذكرى رابطة التلاحم ما بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري، وبالتالي نحن نتحدث على أن كل من تسول له نفسه على تجاوز الخطوط الحمراء فسوف يجد بالمرصاد وفي المواجهة بواسل وكذلك أسود للجيش الوطني الشعبي وكذلك الشعب الجزائري الذي يقف وقفة رجل واحد في إطار الدفاع على أمنه واستقراره وكذلك سيادته، لأنه هذه الأرض أرض أولا مروية بدماء الشهداء. هذه الأرض قدم لها لأجلها الشعب الجزائري التضحيات بالنفس والنفيس، وبالتالي هو تأكيد على الجاهزية، تأكيد على المستوى الاحترافي الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي، وكذلك تأكيد كذلك على البعد الدولي الذي يكتسيه الجيش الوطني الشعبي، خاصة من خلال التصنيفات الدولية التي تضعه في مواقع جد متقدمة سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإفريقي أو حتى كذلك على المستوى العربي. ودائما حينما نتحدث عن الجيش الوطني الشعبي فنحن نتحدث على مؤسسة راقية، على مؤسسة في مستوى عالي بعيد كل البعد على ممارسات صبيانية يقوم بها البعض ويقوم بها من يتخبط ومن يرقص رقصة الديك المذبوح. طيب هذه الرقصة لا تبدو جديدة سيد ميزاب، معروفة رواية علال الفاسي والتحرش بالجغرافيا وتزوير التاريخ، والآن حسب ما قال وكالة الأنباء الجزائرية يقول بأن هذه الخرجة لمجلة مغربية قامت بتلوين مساحات من الصحراء الجزائرية ونسبتها إلى المغرب، أن هذه ليست خرجة اعتباطية وربطتها حتى بخرجة مديرة الأرشيف الملكي في المغرب. لا، خليني أقول أولا لما نتكلم على مثل هذه الخرجات التي يقوم بها نظام المخزن المغربي وأزلامه، نحن نتكلم على مجموعة من الخلفيات. أولا نتكلم على الدستور المغربي اللي يتكلم على الحدود الحقة، وبالتالي هو لا يعترف بالحدود الدولية ولا حتى كذلك يضرب بعرض الحائط كل المواثيق التي ترسم الحدود، وبالتالي هذا يؤكد النزعة والخلفية التوسعية، وبالتالي يكشف النوايا الخبيثة للنظام المخزن المغربي. هذا من ناحية. من ناحية الثانية، هذه الخرجات هي تؤكد من ناحية أخرى بأن نظام المخزن المغربي نظام وظيفي يوظف في إطار تنفيذ أجندات ويوظف كذلك في إطار الممارسات الدنيئة التي تمس بأمن واستقرار الدول، وبالتالي هو تحول اليوم إلى مصدر لا استقرار وكذلك تحول إلى نقطة قد تضر بسلامة المنطقة، وبالتالي أعتقد بأنه علينا أن نضع هذه المسألة في سياقها الطبيعي وسياقها الحقيقي. لماذا في هذا التوقيت؟ ربما سوف أركز على ثلاث نقاط أساسية في هذا الموضوع. المستوى الأول بأن نظام المخزن المغربي الذي يعيش حالة من الإفلاس، يعيش حالة من التخبط، يعيش حالة كذلك من الاختناق، ويعيش حالة كذلك من الانحسار، هو يقوم بعملية تصدير الأزمات الداخلية
نحو الخارج، وبالتالي هو يحاول الهروب من الموجات المتصاعدة للاحتجاجات الاجتماعية والاحتقان الداخلي الموجود نحو خلق أزمة مع دول الجوار ومن خلالها استهداف الجزائر. الناحية الثانية أنه النظام المخزن المغربي في ظل أزمة مركبة وأزمة كذلك عميقة داخل منظومة الحكم ما بين الأجنحة المتصارعة والمتصادمة، وفي ظل كذلك غياب الملك أو في ظل كذلك المصير المجهول للوضع الصحي للملك، هو يسعى إلى القيام بالبحث على مخارج وعلى كذلك إلهاء الجبهة الداخلية حتى لا يكون هنالك طرح التساؤلات حول مصير الملك أو حول كذلك الوضع الداخلي. من ناحية الثالثة أو على المستوى كذلك الثالث، أنه في ظل الفضائح الدولية التي تلاحق نظام المخزن المغربي سواء كان فضائح ماروكو جيت أو كذلك فضائح التجسس أو كذلك فضائح الابتزاز والرشاوي وغير ذلك من الممارسات وحتى كذلك الاعتداءات والجرائم التي ارتكبت في حق المهاجرين غير الشرعيين، كلها عبارة عن فضائح تلاحق نظام المخزن المغربي، فبالتالي هو يسعى إلى خلق أزمة يمكن من خلالها توجيه البوصلة نحو مسار آخر غير المسار الموجود اليوم، وبالتالي هو يسعى في عملية التصعيد ويسعى كذلك في توظيف مثل هذه الدكاكين ويسعى كذلك في توظيف الأبواق والمرتزقة الإعلاميين لنفس السموم وكذلك لنشر مثل هكذا ترهات وهكذا كذلك. طيب، مسائل تتنافى والمنطق تتنافى وكذلك العقل، لكن من ناحية أخرى كذلك يمكن قراءتها على ضوء هذه المعطيات بأنها حالة من حالات الانكشاف الاستراتيجي التي فطرتها ثقيلة باعتبار أنه أصبح لا يجد الأوراق التي يمكن توظيفها أو التي يمكن اللعب عليها، وبالتالي يلجأ إلى مثل هكذا ممارسات وإلى مثل هكذا كذلك أوراق التي تجاوزها الزمن والتي أصبحت أوراق عقيمة. وأعتقد بأنه لم يتعلم من مجموعة من الدروس وأنه يسعى إلى العودة. صحيح. سيد ميزار، 900,000 واعتقد بانه يدرك جيدا الدرس جيدا بانه الجزائر ليست اي بلد بل بها شعب وبها كذلك مؤسسات وعلى راس الجيش الوطني الشعبي الذين يحفظون امنها واستقرارها وسيادتها ويذودون على امنهم واستقرارهم، وبانه اي تجاوز للخطوط الحمراء يعني سوف تكون هنالك ردة فعل. من ناحيه اخرى او بالمصطلح الذي يوظفه المواطن الجزائري في شبكات التواصل الاجتماعي، تتجاوز حدودك تنسى وجودك. شكرا لك سيد أحمد ميزاب الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا. شكرا. طيب، إلى الخبر الثاني، عنده علاقة بما كنا ننشره أو تحدثنا عنه في أعداد سابقة عن الوخز بالإبر والحوادث الكثيرة التي وقعت أمام مؤسسات تربوية بتحفظ شديد. لا نتعامل إلا مع المعلومة الرسمية والبيانات الصادرة عن جهات رسمية. تلقت مصالح الدرك الوطني في ولاية تلمسان بلاغا بتعرض تلميذة في 9 من العمر للوخز بإبرة مجهولة قبالة مدرسة ابتدائية في بلدية سيدي مجاهد. وحسب بيان لوكيل الجمهورية في محكمة مغنية، تعرضت الطفلة للوخز وبتاريخ 1 مارس أجريت تحاليل لها، يعني هي تعرضت في 26 فبراير وكانت النتيجة سلبية، ثم أعطيت تعليمات للمصالح المختصة بفتح تحقيق معمق في الوقائع لتوقيف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة. أيضا كان هنالك خبر في محكمة فرندا في تيارت، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق وإيقاف كل من يكشف عن ضلوعه في قضية وخز تلميذ بالطور الابتدائي على يده. الحادث وقع اليوم الثلاثاء، أو البيان صدر اليوم عن محكمة فرندا، بعدما تلقى أفراد فرقة الدرك الوطني في سيدي بختي مكالمة هاتفية من طرف ولي تلميذ بالطور الابتدائي يتحدث عن تعرض ابنه إلى وخز على يده عندما خرج من المدرسة.
وكان متوجه إلى منزله العائلي. اقتربت منه امرأة مجهولة مرتدية جلباب أسود ونقاب وقامت بوخزه. أيضا كان أخذه إلى قاعة العلاج حسب المعلومات وأجريت له تحاليل وتمت معاينته، وتم إزداء تعليمات المصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق وإيقاف المتورطين. في فرندا في تيارت كان هنالك 5 حالات وخز بالإبرة، ودعت النيابة الأولياء إلى تحسيس أبنائهم بضرورة عدم الانصياع لأي شخص غريب بالتقرب منهم، مع إخطار الجهات المختصة بأي حالة مشابهة حتى يتسنى لمصالح الأمن التدخل بصفة فورية. ونقرأ بزاف حوادث وكثير من الحوادث ووخز بالإبر هنا، بعضها حقيقي وبعضها غير حقيقي، كاين حتى في بوفاريك، كاين أخبار كثيرة يعني مشابهة، بعضها ينشر بدون بيانات رسمية وفقا لمعلومات فيسبوكية، وبعضها ينشر وفقا لبيانات رسمية وهو الذي نعتمد عليه بشكل كبير. الآن كما قلت في المرة الفارطة، لا تهوين ولا تهويل، لا نهون من هذه الحوادث ولا نهولها ولا نربطها بأي شيء من الأشياء. يعني المرة اللي فاتت كان هنالك ظهور لحوادث الوخز بالإبر مع سقوط عصابة لخطف الأطفال مرتبطة بمافيا للسحر والشعوذة، فتم الربط. حتى الآن يعني نفضل أن نبقي أي ربط للجهات الرسمية بعدما تنتهي من التحقيقات. ثانيا في نفس الوقت لا يعني لا تهوين من خطورة الأمر. الأولياء الآن النيابة العامة ولا الجهات الرسمية تدعوهم لأن زيادة على الحرص على أبنائهم في المؤسسات التربوية لدى الدخول أو الخروج، أيضا إلى عدم التقرب من أي شخص مجهول أو امرأة مجهولة أو رجل مجهول يقترب منهم، يجب التعامل بحذر مع هذه المسائل. وهذه حتى ولو ما كانش وخز بالإبر ما كانش يعني الطفل يقترب منه مجهول ويتجاوب معه. تبقى حوادث أيضا يعني حوادث هذه حجمها، هل هي ظاهرة هل هي معزولة، هذا سوف ننتظر التحقيقات. معنا الأستاذ حميد سعدي وهو رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. سيد حميد سعدي مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك سيد سعدي. أنتم على مستوى الاتحاد هل تلقيتم معلومات شكاوى يتم تناقل حوادث، أم أن الأمر ما يزال حتى الآن في طور الحوادث المعزولة يعني لم يتعدى هذا الحجم؟ أكيد وهذا الحالة راهي حالة معزولة وماشي بال باب التضخيم اللي الضخم وهم الضخم غير في على في الفيسبوك، مي في الواقع احنا لم نتلقى اي شكوى وخذينا هذا القضية بحذر. حتى درك راهي بانت شوية بعض التصريحات الرسمية، لهذا احنا كاتحاد وطني لأولياء التلاميذ ما كانش عندنا حتى شكاوى من الأولياء، لهذا ندعو برك انا نتبنى لا تهوين ولا تهويل، نتبنى هذ الكلمتين هذو راهم في مكانهم. لذا احنا ندعو الاولياء اتخاذ الوقايه والحذر، وحنا نشوفوا باللي الاولياء راهم يتابعوا دائما ابنائهم فعلا مستوى المؤسسات التربويه، وحنا نعلم اولادنا انه لا ينساقوا مع غرباء ولا نضخم من القضيه ونبقاو نتابعوها بحذر. هو حتى هذه تاع عدم الانصياع لاي شخص غريب هي جات في تعليمات الان رسميه، ربما من باب التذكير فقط لانه الاولياء يقومون بهذا الشيء او الطبيعي ان يقوموا بهذا الشيء، فتحسيس الابناء بعدم التقرب هي مسألة أيضا مرتبطة بسن التلميذ، لأنه معظم إذا سميناهم ضحايا هذه الحوادث هم أطفال صغار في الابتدائي، يعني المسألة أخطر. أكيد أكيد هو الفئة اللي راهي اللي تكون مستهدفة راح تكون إذا كانت تسمى بهذا الأمبلور هذه راح تكون في الابتدائي. في المتوسط والثانوي راهم كبار ما ماشي اللي يدنا لهم، ودائما راه احنا نلاحظوا في الابتدائي راهي كاين دائما مرافقة الأولياء، وحنا ندعو من هذا المنبر أنه كامل المجتمع يكون على حذر في كل احنا المدرسة راهي نشوفوا باللي كل ما ترى حادثة ترى على مستوى المؤسسة بجوار المؤسسات التربوية،
كل حاجه كثرة، حتى هذيك تاع الامور الاخلاقيه اللي المجموعه اللي حكموها دائما دور تحوم حول محيط المدرسي. لهذا احنا نوصوا الحذر والحيطه، وقل كما قلت الاولياء دائما في مرافقه الابناء، ولازم احنا كامل المجتمع يكون محتاط بهذه القضيه، وكامل لازم كامل المجتمع يربي. هذه هي، ما كاش واحد يقول تختي راسي، اللي كامل رانا في مجتمع، رانا كامل عايشين في نفس المجتمع، لازم كامل نربيه. هذه هي. شكرا لك سيد حميد سعدي، رئيس الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ، يعطيك الصحه سيد سعدي. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. طيب كاينه نقطه وحيده مرتبطه ب النساء المتجلببات، لانه معظم الحوادث وقعت بسبب يقال امراه متجلببه منقبه اقتربت من طفل وكذا. كاين حوادث وكاين استعمال لللباس، ولكن هذا ليس ادانه للمتجلببات. انا نسمع ناس ايضا يقولوا باللي شفتي هذيك راهي كذا، عملنا لا داعي لادانه اي وحده، خلوا الجهات الامنيه والقضائيه هي التي تحقق. الحرص ضروري، بصح إدانة الأشخاص بسبب لباسهم شيء مرفوض تماما. يعني لا ذنب للمنقبة أو المتجلببة أنه كاين واحد ولا واحدة مريضة نفسيا تقوم بعمل تقترف جريمة باستعمال الجلباب، وغالبا يستعملوه. يعني هنا لسنا متجلببات، بدليل العصابة الأخيرة التي تم القبض عليها في عين دفلة، في ثلاث نساء، بلك واحدة برك متحجبة حجاب عادي، ولكن الجلباب هو ضحية مثل ما الأطفال هنا ضحايا. فلا داعي لخلط شعبان في رمضان، بما أننا رانا في شعبان وإن شاء الله يوصل سيدنا رمضان، ونخلط الأمور وندعو إلى اتهام امرأة متجلببة أو منقبة على أساس أنه نضعهم كلهم في سلة واحدة. فهذه مسألة أيضا يجب الانتباه إليها، وكل من يعني يستغل هذه الحوادث للنيل من هذه المتجلببة، من هذا اللباس، من هذا الحجاب، نقول له خلي خيرها في غيرها. يعني المسألة أمنية وخطيرة واجتماعية، فلا داعي أيضا للتصيد أو الصيد في المياه العكرة. وهذه رسالة طبعا مباشرة إلى بعض الأطراف التي تستغل مثل هذه الحوادث. أذهب إلى فاصل مشاهدينا ونعود بعدها، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء الى كلام مباشر. في الرياضه اليوم كان مفاجاه او خبر ذكرته صحيفه كيكر الالمانيه عن مدافع نادي فيردر بريمن الالماني ميتشل وايزر، الذي قرر تغيير جنسيته الرياضيه. يعني هذا اللاعب الالماني وهو جزائري من يعني من جهه والدته، والدته جزائريه، مما سيسهل التحاقه بالمنتخب الوطني حسب ما كشفته تقارير صحفية ألمانية اليوم. اللاعب ميتشل وايزر عمره 28 سنة، سبق له لعب مع ألمانيا في مختلف المراحل في مختلف المنتخبات الشبانية لألمانيا، والاتحاد الجزائري لكرة القدم حسب الأخبار يكون قد اتصل بهذا اللاعب تحسبا لضمه إلى تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي. فعن هذا الموضوع بالتحديد معنا عبر سكايب الزميل إسحاق شبلي، وهو الصحفي الرياضي، لمعرفة أكثر تفاصيل. إسحاق مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير والسلام عليكم أحفاد، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. إذا إسحاق، هل يمكن القول بأنه الأمور رسمية شبه رسمية؟ لأنه حسب المعلومات كاين اتصال من الفاف، وهنالك رغبة من طرف اللاعب، بالصح هل الأمور وصلت إلى مرحلة نهائية من الاتفاق؟ نعم، لحد الآن مثل ما ذكر موقع كتاب عرب عن نيته بالوطني الجزائري مستقبلا، بعد ان كان المنتخب الالماني في فئاته السنيه. اليوم اللاعب عرب عن نيته في تمثيل المنتخب الوطني، وكان فيه محادثات بين الاتحاد الجزائري واللاعب، لكن الامور ليست رسميه لحد الان، لان ربما بالماضي سيقوم باقحام اللاعب في القائمه الموسعه، ولكن هل سيكون اللاعب متواجد في القائمه النهائيه؟ هذا الامر متروك للناخب الوطني جمال بلماضي.
هو اللاعب يعني بالنسبة إلى الجزائر طرحوا بزاف إشكاليات. هو لعب حسب المعلومات إسحاق لألمانيا في مراحل مختلفة. بعض التعليقات قالت أن سنه الآن 28 سنة، قد يراه البعض سن متقدم. منصبه هل يشكل أهمية للمنتخب الوطني؟ نظن هو متوسط ميدان على الجهة اليمنى. ما رأيك إسحاق؟ بالنسبة لسن اللاعب هو 29، يعني في شهر أبريل المقبل سيبلغ من العمر 29 سنة. أما بالنسبة للاعب، هو يلعب، يستطيع اللعب كظهير أيمن، ويستطيع أن يلعب رواق يعني في تشكيلة 3-4-3، يلعب كرواق أيمن، وهذا الأمر جعله يكون من بين ممرضين الحاسمين في الدوري الألماني هذا الموسم. بالنسبة للعب وتمثيل المنتخب ألمانيا في فئة من أقل 17 سنة إلى غاية أقل 21 سنة، وتذكير اللاعب شارك في نهائي كأس أمم أوروبا لأقل من 21 سنة ضد المنتخب الإسباني، وكان هو مسجل الهدف. يعني بالنسبة لجمال بلماضي، يعني ربما المنتخب الوطني درس العديد من اللاعبين مما جعله يقع اختياره على اللاعب ميتشل، لأن منصب الظهير الأيمن أصبح معضلة في المنتخب الوطني. يعني لو نرى يوسف عطال أصبح كثير الإصابات، بن عيادة أصبح لا يلعب كثيرا مع نادي الوداد البيضاوي، يعني ظهيرين أساسيين في المنتخب الوطني لم يلعبا منذ مدة الآن مع فريقهما. أما بالنسبة للاعب حكيم الزاكا الذي ينشط في نادي أوفسير، لم يحقق الإجماع لغاية الآن في المنتخب، وبالتالي لهذا الأمر، بسبب هذا الأمر جعل جمال بلماضي يفكر في استدعاء لاعب مثال للتربص المقبل. طيب ايضا باش الجمهور الجزائري يتعرف على هذا اللاعب، رغم انه هو كان لاعب في بايرن ميونخ والان في فيردر بريمن، يعني فرق كبيره في الدوري الالماني اسحاق، ولكن هو من ناحيه الوالده جزائريه، يعني والده اظن كان لاعب سابق ايضا، اليس كذلك؟ نعم، الوالد كان لاعب سابق، لانه مباراه واحده مع المنتخب الالماني، لا والده لعب مع ناديين في ألمانيا، وكانت له تجربة في فرنسا مع نادي رين الفرنسي. بالنسبة لعموم هذه الاستفادة من المواهب الجزائرية أو أصحاب الأصول الجزائرية وتغيير الجنسية، كيف ترى إسحاق هذه النقطة؟ لأن الجزائر استفادت كثيرا من هذا الأمر في تدعيم منتخبها الوطني، ولكن البعض يقول نخشى أن نقع في الفوضى بدليل ما حدث مع بعض اللاعبين خصوصا من فرنسا. شفنا واش صرا مع لاعبين، بعضهم بدأ الاتصال، بعضهم استغل اتصاله مع الجزائر للضغط على المنتخب الفرنسي حتى يلعب. كانت هنالك كثير من الأمور، ما رأيك؟ نعم، أنا بالنسبة لي شخصيا المنتخب الوطني يجب أن يتكون من لاعبين ينشطون في الخارج، وأيضا لاعبين من البطولة المحلية. يعني لما يكون هناك اختلاط بين لاعب ينشط في الخارج ولاعب ينشط في البطولة المحلية، المنتخب الوطني سيسير بشكل جيد مثل ما رأينا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وبالتالي الاعتماد على اللاعبين مزدوجي الجنسية أمر ضروري، خصوصا وأن البطولة المحلية أصبحت فقيرة نوعا ما، وأندية أصبحت لا تعطينا لاعبين شباب يمكنهم تمثيل المنتخب الوطني مستقبلا. وبالتالي هذا الأمر، قانون بهاماس كان لديه، صحيح لديه بعض السلبيات من خلال استدعاء بعض اللاعبين المغمورين بين قوسين، وله بعض الإيجابيات أيضا في استدعاء بعض اللاعبين الذين كانوا دعامة أساسية للمنتخب الوطني الجزائري في السنوات الماضية ومستقبلا إن شاء الله. هل يمكن بالعودة إلى الحديث عن اللاعب ميتشل، هل يمكن القول بأن أنت حكيت لي في البداية على اتصالات وأن القرار بيد جمال بلماضي، ربما في النهاية لن تستغرق عملية الانتقال في حالة تم الموافقة وقتا طويلا؟ يعني متى يمكن أن نرى هذا اللاعب يحمل الألوان الوطنية إذا ما كان الخبر نهائيا وصحيحا 100%؟ لو كان يعني حسب المعلومات التي كانت بحجتي، يعني كان بعض الأصدقاء قد قالوا لي أخ حسام وأخ فخرد أن الاتصالات كانت في وقت سابق، لكن بعدها
المنتخب الوطني كان في اتصالات دائما مع اللاعب ام لا؟ هذا الامر عند جمال بلماضي، خصوصا وان استدعاء اللاعب الى طرابلس المقبل جاء صدفه يعني في ظرف وجيز. كيكر اظن ان موقع كيكر معلومه هكذا، وان المحادثات كانت جاريه تقريبا بين اللاعب والاتحاد الجزائري منذ شهر جانفي الماضي. طيب هل هنالك اسماء اخرى يمكن المراهنه عليها اسحاق والاستفاده منها؟ لانه في العاده نركز على فرنسا، ولكن هذا اللاعب ياتي من المانيا، مفاجاه في الدوري الالماني. هل هنالك اسماء مرشحه ايضا حتى على مستوى التفكير، يعني ليس على مستوى اتخاذ القرار النهائي؟ يعني بالنسبه للاعبين، هناك الاتحاديه دخلت مع العديد من اللاعبين المزدوجين الجنسيه سواء للمنتخب الاول او ايضا للفئات السنيه. على سبيل المثال فيه جمال بلماضي كان قد المح الى استدعاء الظهير الايسر لنادي وولفرهامبتون ايثموري. ربما قد يكون اللاعب متواجد في تشكيله بلماضي للتربص المقبل. هذا الامر مطروح فيه ايضا لجمال، لان اللاعب لا يلعب مؤخرا مع وولفرهامبتون. في ايضا اللاعب حجام الذي كان قد اتصل به ولد علي من اجل تدعيم المنتخب الوطني لاقل من 23 سنه للمباراه المقبله ضد المنتخب الغاني، ولكن حسب المعلومات الاخيره جمال بلماضي دخل الخط مع اللاعب، وربما قد يكون متواجد ايضا في تشكيله المنتخب الوطني الاول. هنالك ايضا اسم حسام عوار الذي اسال العديد من الحبر في وقت سابق وايضا في الاونه الاخيره. اللاعب لا يلعب مع نادي ليون، ولكن حسب المعلومات الاخيره من فرنسا القادمه من فرنسا، اللاعب قد طلب من الناخب الوطني استدعائه من اجل تمثيل المنتخب الوطني مستقبلا. ولكن لحد الان كل شيء يعني ليست هنالك امور رسميه، وربما هؤلاء اللاعبين يتواجدون في القائمه الموسعه في انتظار تشكيل القائمه النهائيه التي تتكون من 23 لاعب. اذا هذا كل شيء عن او ما يتوفر حتى الان من معلومات. يعطيك الصحه زميلي اسحاق شبلي، كنت معي عبر خدمه سكايب زميل الاعلام الرياضي معلقا على خبر قدوم ويزر الى المنتخب الوطني. شكرا اسحاق، يعطيك الصحه. شكرا لك القدر. طيب عندنا خبر اخر، المانيا سيدي اللي كنا نقولوا حنا المانيا ربحناها وكاع ولينا نجيبوها منها لاعبين بسبب الزواج المختلط، امه جزائريه، مرحبا بها سيدي. طبعا انني غير رحب، انا خاطيني البالون وين غادي يلعب ولا في بلاصه من ولا، بصح مبدئيا انا ارحب. عندنا خبر اخر، محمد بشير باللومي لاعب فرنسي البرتغالي يتلقى استدعاء لتربص المنتخب الوطني الاولمبي تحضيرا لمباراه غانا ضمن تصفيات كاس افريقيا للشباب، للهدف تحت التاهل الى نهائيات كاس افريقيا والالعاب الاولمبيه بباريس. المقابلة راح يكون الذهاب يوم 20 مارس في عنابة، والعودة بغانا يوم 21 مارس. طبعا المدرب هو ولد علي اللي دعم بمصباح وبن حمو. هذا محمد بشير باللومي الذي سوف باللومي طبعا الصغير ابن الاخضر باللومي اسطورة كرة القدم، تلقى استدعاء رسمي. ايضا البارح كنا حكينا على مولودية وهران وعن مشاكلها وفضائحها، وقلنا بان الوالي كان قد انسحب من تسييرها او من المساهمة في ايجاد حل لها. اليوم منش عارف، ربما الوالي كان في زيارة ميدانية والانصار لا هم لهم ولا سؤال الا عن الحمراوة اين هم من اهتمامات الولاية، خصوصا انهم راهم يشوفوا فرق اخرى تستفيد من رعاية شركات وطنية. فالوالي سعيد سعيود وعد بشركة وطنية قبل نهاية السنة، ربما نسمع الى هذا التصريح. الله الوالي ولي وهران سعيد سعيود قال للانصار قبل نهايه السنه ستكون شركه بين الولي، يهضر على معلومات على بينه، ما هادشي يهضر هكا امام الانصار ويعطيهم تاريخ محدد. وحتى قالها لهم، قال لهم ما نخليهاش في خاطركم لانه
مسألة الشركة الوطنية قد تكون هي المنقذ الأخير لهذا الفريق الكبير. فمليح الاتصال هذا حدث بين الوالي اللي سبق دار بيان غاضب وقال بأنه انسحب من أي موضوع عنده علاقة بمولودية وهران، ما تقدرش في النهاية رغم أن القانون يقول السلطات الولاية لا علاقة لها بتسيير الأندية، بصح تعرفوا القانون حاجة وواقعنا حاجة واحدة أخرى، والكرة ما تزال تسيطر على الشارع وعلى أذهان الشارع والأنصار والشباب. فمليح والي وهران بهذا الوعد، ننتظر فقط ان شاء الله ينفذ، او ينتظر الانصار ان شاء الله ينفذ قبل نهايه السنه. نعطيكم اخبار سريعه ايضا مع قبل نهايه البرنامج. الشروق اونلاين نشرت مقالا عن السيارات اللي كنا حكينا عليها البارح. ايضا شروق اونلاين حسب الزميل حسن حويشة تتوقع بأن السيارات لن تكون باهظه الاسعار عكس الاشاعات. فتقول أن عمليات الاستيراد من طرف الوكلاء المعتمدين للعلامات الأجنبية التي حازت على التراخيص ستتم بصفة قانونية ومنظمة، والمعاملات المالية وعملية التوطين ستتم عبر البنوك بهدف تحويل الدوفيز للاستيراد. وبالنظر إلى سعر صرف الدينار الرسمي المبين من طرف بنك الجزائر في 7 مارس 2023 فإن 1 يورو يساوي 145 دينار، بينما يساوي 1 دولار 136 دينار. أما سعر صرف العملة الوطنية مقابل اليورو في السوق الموازية بلغ 223 دينار لكل 1 يورو في معاملات الثلاثاء، أي ورقة 100 يورو يتم صرفها مقابل 22,350 دينار، يعني 2,200,000. في حين بلغت ورقة 100 دولار أمريكي 21,000 دينار، يعني 2,100,000. وفق هذه البيانات حسب مقال الشروق أونلاين وزميلنا حسن، فإن سيارة فيات الإيطالية أو أوبل الألمانية أو جاك الصينية اللي هي 3 علامات لدات الترخيص الرسمي أمس، سيتم فوترتها في الاستيراد بناء على سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على السعر النهائي للسيارة في قاعة العرض. وتتم عملية استيراد السيارات من طرف الوكلاء في الغالب عن طريق عمليات شراء جماعية بعد مفاوضات مع المصنع، مما يتيح الحصول عليها بأسعار تفاضلية تختلف تماما عن عمليات الشراء الفردية. وتفرض القوانين والنصوص التنظيمية الجزائرية عدة رسوم وحقوق على السيارات المستوردة تكون جزءا من السعر النهائي للمركبة الذي يدفعه الزبون عند الشراء، يضاف لها هامش الربح الذي يحدده الوكيل المعتمد. ومن بين هذه الرسوم تبرز الحقوق الجمركية التي تبلغ 14% بالنسبة للسيارات ذات المحركات المتوسطة، وترتفع كلما زادت سعة المحرك. في النهاية شعل السيارات هذه لأنه الحسابات بزاف. فبالإضافة إلى كل هذا فإن تسويق السيارات من طرف الوكالة سيخضع لدفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مما يعني أن المركبات التي يتم بيعها للمواطنين سيتم وفق فترة ضمان معينة، وبالتالي سيكون هنالك خدمة ما بعد البيع. وحسب كل هذه الأرقام، يعني كل هذه المعلومات والتفاصيل، ستجعل السيارة في متناول الجزائريين أو معظم الجزائريين، هذا حسب القراءة الاقتصادية التي قدمها زميلنا حسن حويشة في الشروق أونلاين، والمقال منشور في الموقع وسينشر في الجريدة أيضا. الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت زيادة على إلغاء رحلات بسبب المشاكل الموجودة في فرنسا. تعرفوا كاين إضراب، فبعد إشعار الإضراب الخاص بالوظيف العمومي في فرنسا يوم 7 و8 مارس 2023، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تحويل وإلغاء عدة رحلات، في حين تم تحويل مواعيد 9 رحلات نحو مطارات فرنسية يومي 7 و8 مارس، ألغيت 24 رحلة جوية أخرى حسب ذات البيان. هذا عن الإلغاء نتاع الخطوط عن الرحلات بسبب الإضرابات الموجودة في فرنسا. ولكن اليوم الخطوط الجوية أعلنت عن تخفيضات كبيرة أو عن امتياز للنساء بمناسبة يوم المرأة، هذا هو الموجود على الشاشة، تخفيضات 75% من أسعار الرحلات للنساء، الرحلات على الخطوط الدولية. بصحتهم سيدي، 75% تخفيضات، غير حنا اللي توحد ما يخمم فينا، معليش. هما 8 مارس، هو ماشي 8 مارس فقط، وإنما ستكون هذا العرض خاص من 7 إلى 12 مارس، يعني كل واحدة تأخذ رحلة ما بين 7 إلى 12 مارس
سوف يخفض لها سعر التذكرة والطائرة 75%. ما عدا استنوا ما عدا اليكسيبسيون برشلونة والقاهرة ودبي، يعني هادو ثلاثة ما داخلينش في حسب الإعلان محطوطة هنا اليكسيبسيون يعني تحت. فواحدة تفرح بال 75% الفوقة، هذه تاع الإضرابات، نحن ردنا 75%، هذه تاع الإضرابات والإلغاء. اقعد في يا هشام، هذه تاع 75% هي تاع النساء تخفيضات 75% باستثناء برشلونة القاهرة دبي. روحوا البلايص واحد اخرين سيدي واستفيدوا من التخفيضات، مشروع دبي ولا القاهرة ولا برشلونة. ايضا بما اننا احنا نحكيو على النساء، في زوج دقائق بقاو اليوم كان كاين هاشتاغ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بديناها بالمغرب ننهيها بالمغرب. الهاشتاغ هو المروك تسرق الحايك الجزائري. حتى الحايك رمز الحشمة ما حشموش باش يسرقوه. فاليوم كان بزاف صحف مغربية نشرت لنساء من طنجة في تظاهرة لبسوا الحايك، ماشي هذه الصورة، هذه الصورة عندها علاقة بالموضوع الاول تاع نتنياهو، وانما قعد في الحايك، نقعدوا في الحايك. فبنات طنجة بالحايك نتاع في اليوم العالمي للمرأة، هذه هي الصور المنشورة في الصحافة المغربية. وطبعا بمجرد نشرها تبين بانه هنالك محاولة للسطو، لانه ما قالوش هما لابسين حايك وفقط، قالوا حايك المغربي الذي يعود الى كذا وكذا وكذا. فهنالك سطو مغربي على الحايك الجزائري، مما اضطر عدد كبير من النشطاء، الحمد لله كاين حملات عبر تويتر الفيسبوك، هاشتاغ المروك تنهب الحايك الجزائري، هاو الخريطة ونهبوها. بدينا الموضوع بغاو يدو بالشاوط يدو، ما يدوش الحايك ولا البركوكس. فيذكر ان الحايك او الحائك هو لباس تقليدي جزائري وانتشر في جميع انحاء المغرب العربي. والحايك يلبس عند نساء الوسط الجزائري ونواحيها والغرب الجزائري، ويدعى بالكسا دون همزة متطرفة، وهو منتشر بمعظم، شوفوا ديك الصورة، ديك الهمة والشان والتقاليد تاع بكري، هو بالبرنوس ويا بالحايك. طبعا هادو تاع ماشي تاع 75% تخفيض في الرحلات، هادو تاع نساء اخريات. ف انواع الحايك، الحايك مرمى، الحايك العشعاشي، مليح تقفنا شويه بالحايك اليوم، الحايك السفساري، شد الحايك السفساري. كان هذا النوع محصورا على نساء الشرق الجزائري، وهو لباس نساء الاندلس، انتقل الى شمال افريقيا مع قدوم اللاجئين الاندلسيين. بتشوفوا باللي تقاليدنا جماعه عندنا فراء كبير. ومعليش من فوائد السطو المغربي اننا نقرا في تراثنا، باش واحد لما يجي يهضرنا على تراثنا وتقاليدنا وثقافتنا نقولوا له ستوب، هذا ثقافتنا خط احمر. فالهويه مثل يعني الهويه، سرقه الهويه اصعب من سرقه المال، المال مخلوف دراهم، اما سرقه التراث والثقافه والهويه والله حتى واحد ما يخلفها لك. انتهى البرنامج، نلتقي في الغد ان شاء الله، دمتم بخير والسلام عليكم.